السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. إذن في هذا الفيديو سوف ننجز التمرين رقم 7 من سلسلة تمارين درس الاشتقاق. في هذا الفيديو نحاول نشوف كيفية حساب الدالة المشتقة لدالة عددية. إذن غنحاول نبدأ بتذكير لجدول الدول المشتقة لدول اعتيادية. إذن ضروري هذا الجدول هذا خصكم تضبطوه وتفهموه مزيان. إذن أول دالة عندنا هي الدالة الثابتة f لي x مثلا كتساوي لنا 3. إذن هذه دالة ثابتة، الاشتقاق ديالها كيعطينا 0. f لي x كتساوي لنا x، الاشتقاق ديالها كيعطينا 1. إذن الاشتقاق ديال x 1. الاشتقاق ديال ax إذن هو مثلا 5x، الاشتقاق ديالها هو العدد 5. ax زائد 1 إذا الاشتقاق ديالها هو 3x مثلا زائد 4، إذا الاشتقاق ديالها هو العدد 3. الدالة x أس n مع n تنتمي إلى z إطوال، يعني n خصها تكون عدد صحيح نسبي غير منعدي. مثلا x أس 5 إذا الاشتقاق ديالها هو 5، x أس 5 ناقص 1 أي أس 4. مثلا الاشتقاق ديال x أس ناقص 3 إذا هو ناقص 3، x أس ناقص 3 ناقص 1 أي أس ناقص 4. الدالة 1 على x الاشتقاق ديالها هو ناقص 1 على x كاري، 1 على x إذا الاشتقاق ديالها هو ناقص 1 على x كاري. هنا ممكن تكون عندي مثلا دالة 2 على x أو أي عدد في البسط، فالشق ديالها مكيختلفش، دائما هو ناقص 2 على x كاري. الدالة جذر x الشق ديالها هي 1 على 2 جذر x، الكوس x الشق ديالها هي ناقص سين x، والدالة سين x الشق ديالها هو كوس x. عندي واحد التقنية سهلة كيمكن لي بها نذكر الاشتقاق ديال السين والكوس. إذا الدائرة المثلثية هنا عندي الكوس، وهنا عندنا السين، وهنا ناقص السين، وهنا الكوس أو لا ناقص الكوس. شنو قلنا هنا؟ الاشتقاق ديال الكوس هو السين، هو موان سين، والاشتقاق ديال السين هو الكوس. إذا كنمشيو في هاد المنحة هنا، الاشتقاق ديال الكوس هو موان سين، والاشتقاق ديال السين هو الكوس. إذا باستعمال هاد التقنية هادي يمكن لي نذكر بسهولة الاشتقاق ديال السين والكوس. الاشتقاق ديال كوس أ إكس زائد بي إذا هو ناقص أ سين أ إكس زائد بي، نفس الفكرة هنا، الاشتقاق ديال سين أ إكس زائد بي هو أ كوس أ إكس زائد بي. والاشتقاق ديال التانجونت كيساوي لنا إما 1 على كوس كاري ولا 1 زائد طون كاري. إذا يمكن نستعمل إحدى التعبيرين. إذا دابا ندوزو للتطبيق. إف إكس كتساوي 2، هذه دالة ثابتة، إذا الاشتقاق ديالها كما شفنا في الطابلو كيساوي لنا 0. إف إكس كتساوي لنا 3 إكس ناقص 5، إذا هذه دالة تآلفية، إذا الاشتقاق ديالها غادي يعطينا 3. اف لي اكس كتساوي لنا اكس اس 10، اذا هادي مكتوبه على شكل اكس اس ان. كما كتذكروا الاشتقاق ديالها هو ان اكس اس ان ناقص 1، اذا ديريفي اذا هو 10 اكس اس 10 ناقص 1 اللي هي 9. الداله المواليه إذا هنا عندنا واحد المجموعة ديال الدوال. إذا نذكركم بأنه ملي كيكون عندنا مجموع أو فرق دالتين على هذا الشكل، فكندير الاشتقاق ديال الأولى زائد الاشتقاق ديال الثانية. إذا هنا غادي نديرو الاشتقاق ديال 4 إكس أس 3 ناقص 1 على 2 إكس كاري ناقص 1.
إذا 4x كاري، حنا كنعرفو دائما كيكون عندنا واحد العدد ثابت في f الشقيق بهذا الشكل هذا، ف a f بريم. إذا شنو غادي يعطينا الشقاق؟ هو 4. الشقاق ديال اكس أس 3 هي 3 اكس أس 3 ناقص 1 اللي هي 2 ناقص 1 على 2. الشقاق ديال اكس كاري هو 2 اكس أس 2 ناقص 1 اللي هي 1، والشقاق ديال 1 هي 0. إذا غادي نبسطو، إذا 4 في 3 12 اكس مربع ناقص، غادي نختزلو هنا بجوج غيبقى لي اكس. الان الشقاق ديال 5 على اكس، قلنا دائما الشقاق ديال 5 اي بشكل عام هو 5 الشقاق ديال اي، كما بغات تكون هاد اي. اذا الشقاق ديال 5 اكس هو 5 في الشقاق ديال 1 على اكس، والشقاق ديال 1 على اكس هي ناقص 1 على اكس كار، اذا هي ناقص 5 على اكس مربع. الداله المؤليه عندنا الشقاق، اذا عندنا الفرق ديال دالتين، اذا هو 6 جذر اكس بريم ناقص 4 بريم. الشقاق ديال 6 جذر اكس اذا هو 6، والشقاق ديال جذر اكس اللي هو 1 على 2 جذر اكس، اذا 1 على 2 جذر اكس. الشقاق ديال 4 هو 0، اذا نختزلو 6 على 2 هي 3، اذا كيبقى لنا 3 على 2 على جذر اكس. الداله المواليه، اذا الشقاق ديال 6 اكس اس 4 اذا هو 6، الشقاق ديال اكس اس 4 شنو قلنا؟ هو 4 اكس اس 4 ناقص 1 اللي هي 3 ناقص الشقاق ديال كوس اكس، قلنا غادي نديرو الدائره الكوس موان سين، اذا هي موان سينوس اكس زائد 3 كوس اكس، اذا 12 او 24 اكس اس 3 ناقص مع الناقص زائد زائد 3 كوس اكس. الدالة الموالية عندنا على شكل كوس ا اكس زائد بي، اذا الى مازال كنذكرو فهي موان سينوس او ناقص 7 سينوس 7 اكس زائد 2. الدالة الموالية دائما قلنا 4 كيشكون عندنا 4 في واحد الدالة اف مثلا او لا ك بشكل عام هنا، فهي ك اف بريم. اذا حنا عندنا واحد العدد ثابت في السين في واحد الدالة، اذا هذاك الثابت تنخرجو من الاشتقاق، دونك هو 4 على 5 في الاشتقاق ديال سين 5 اكس زائد 4. اذا الاشتقاق ديال سين 5 اكس زائد 4 شنو هو؟ هو 5 كوس 5 اكس زائد 4، اذا نختزلو ب 5 كيبقى لنا 4 كوس 5 اكس زائد 4. الداله المواليه عندنا هنا طنجونت، اذا عندنا مجموعه دالتين يعني 3 طنجونت اكس ناقص 1 بريم. يمكن لي ندير لها الشقاق بشكل مباشر يعني بلا ما ندير هاد المرحلة هادي، إذا هي 3 في الطنجون ديال إكس، الشقاق ديال الطنجون إكس هو 1 على كوس كاري إكس، والشقاق ديال الواحد هي 0، إذا 3 على كوس كاري إكس. الآن دابا غنشوفو الشقاق ديال مجموعة من الدوال أولا العمليات حول الدوال. إذا بشكل عام كيكون عندنا دالة زائد دالة، فالشق ديالها هو الشق ديال الدالة زائد الشق ديال الدالة الثانية. مثلا عندنا f لي إكس كتساوي سينوس إكس زائد مثلا 1 على إكس، إذا هنا عندنا مجموع دالتين، وبالتالي يمكن ندير الشقاق كندير الشق ديال الدالة الأولى زائد الشق ديال الدالة الثانية وكنجز العملية.
نفس العملية نسبة دالة ناقص دالة. ملي كيكون عندنا دالة أو عدد ثابت في دالة كما سبق لنا باش قلنا عدد ثابت في واحد الدالة، إذا الشق ديالو هو ك في الانشقاق ديال داك الدالة. نفس العملية دابا حد أو لا ملي كيكون دابا عندنا جداء دالتين U فوا V، الانشقاق ديالهم حسب القاعدة هي U بريم الشق ديال الدالة الأولى في V ناقص V أو لا زائد V بريم في U. مثلا عندي إكس سينوس إكس، هنا عندنا جداء دالتين، الدالة الأولى هي إكس والدالة الثانية هي سين إكس، إذا غنطبق عليهم القاعدة، إذا الانشقاق ديال إكس في سينوس ديال إكس زائد إكس أو لا إكس في الانشقاق ديال سينوس، وكنحسب هنا غيعطينا سينوس إكس زائد إكس كوس إكس. ملي كتكون عندنا U أوس إن، كيكون عندنا واحد التعبير مثلا على شكل إكس زائد واحد أوس خمسة مثلا، إذا هنا القاعدة شنو كتقول؟ كتقول إن U أوس إن في U بريم، إذا هي خمسة في خمسة زائد واحد أوس، هنا راه كاين واحد الخطأ، هنا خاصها تكون ان ناقص واحد، إذا خمسة أس أربعة ناقص أو خمسة ناقص واحد، يعني هي أس أربعة مضروبة في إكس زائد واحد بريم. إذا كندير الانشقاق بهذا التعبير هذا، إذا الانشقاق ديال إكس هي واحد وديال صفر هي صفر وديال واحد هي صفر، يعني غتعطينا هنا خمسة إكس زائد واحد. الآن دابا واحد على إيه؟ يعني واحد على واحد التعبير فيه إكس، واحد على مثلا إكس زائد واحد، إذا شنو هي؟ هي ناقص أو بريم على أو كاري، إذا هي ناقص أو بريم هي هذه إكس زائد واحد على إكس زائد واحد أو كاري. إذا كندير الديريفي لإكس زائد واحد، إذا الديريفي ديال إكس هي واحد والديريفي ديال واحد هي صفر، إذا ناقص واحد على إكس زائد واحد لكل أو كاري. تذكروا هنا فإذا كانت عندي مثلا خمسة أو أي عدد على إكس زائد واحد فكنطبق القاعدة ديال كا أو، كا أو شنو هي؟ كا أو بريم، إذا هادي شنو ديريفي هادي؟ هي خمسة ديريفي ديال واحد على إكس زائد واحد، وكندير الديريفي كنطبق القاعدة. يعني ديك خمسة ما كندخلهاش في الديريفي، هي غتكون صحيحة إلا دخلناها ولكن غطول عليا غير الحساب بدون فائدة. الآن دابا يو على في، يو على في يعني دالة على دالة، إذا يو على في القاعدة كتقول لنا هي يو بريم كنبدا بهاد الدالة اللي في البسط مضروبة في في الدالة اللي في المقام ناقص ناقص ماشي زائد الدالة اللي في المقام الشق ديالها في اي على المقام او كاري. مثلا اكس على اكس زائد واحد، هذه مكتوبة على شكل دالة على دالة، اذا نطبقو القاعدة عليها، اذا هي اكس بريم مضروبة فاش في اكس زائد واحد ناقص اكس زائد واحد بريم مضروبة في اكس على المقام مربع المقام، وكنبسطو دابا الكتابة ديالنا. الشق ديال إكس هو واحد، إذا كيبقى لي إكس زائد واحد ناقص الانشقاق ديال إكس زائد واحد هو واحد، إذا كيبقى لنا إكس، كتمشي إكس مع إكس كيبقى واحد على إكس زائد واحد أو كاري. آخر دالة هي الدالة جذر إي، إذا الانشقاق ديالها هي إي بريم على جوج جذر U. إذا كتبنا باش يكون هذا الشيء واضح، دابا غادي ندوزو نكملو التمارين ديالنا. الدالة F لـ X تساوي X كوس X، إذا أول حاجة غادي نشوف واش عندي دالة في دالة، واش دالة على دالة، واش واحد على واحد دالة.
إذا هنا عندنا دالة في دالة، إكس في الكوس إكس. إذا غادي نطبق عليها القاعدة ديال U، ديال U مضروبة في V، اللي كما شفنا هي U بريم V زائد V بريم U. إذا X بريم كوس X زائد X كوس ديال X بريم. إذا الديريفي ديال إكس هي واحد زائد إكس، والانشقاق ديال كوس إكس هو ناقص سينوس إكس. إذا كوس إكس هاد ناقص نخرجو على برا، غتولي ناقص إكس سينوس إكس. الدالة الموالية عندنا مكتوبة على شكل واحد على U، كما شفنا واحد على U هي ناقص U بريم على U كاري. هاد الصيغة خصهم يكونوا محفوظين ومفهومين. إذا غادي نطبق عليها القاعدة. إذا هي ناقص U هو التعبير اللي كاين في المقام على جوج إكس زائد واحد U كاري. إذا كندير الانشقاق للتعبير اللي كاين في البسط. الانشقاق ديال جوج إكس هو جوج، والانشقاق ديال واحد هو واحد أو هو صفر، يعني عدد ثابت. إذا غيبقى لي ناقص جوج، إذا ناقص جوج على المقام. الدالة الموالية عندنا مكتوبة على شكل U على V. حنا كنعرفو بأن U على V كتساوي هي U بريم V ناقص V بريم U على V أو كاري. إذا نطبقو القاعدة. إذا عندنا U في هاد الحالة هي 3X ناقص واحد، إذا 3X ناقص واحد بريم في V، اللي هي التعبير اللي كاين في البسط أو اللي كاين في المقام، ناقص في بريم اللي هو إكس زائد جوج بريم مضروبة في يو اللي هي تلاتة إكس ناقص واحد على مربع المقام. الآن دابا غادي نبسطو ونحاولو نتابعو. الديريفي ديال تلاتة إكس ناقص واحد، إذا الشاخ ديال تلاتة إكس هو تلاتة، والشاخ ديال ناقص واحد هو صفر. إذا كيبقى لنا تلاتة إكس زائد جوج ناقص الشاخ ديال إكس هي واحد، والشاخ ديال جوج صفر. إذا كيبقى لنا ناقص واحد مضروبة في تلاتة إكس ناقص واحد على إكس زائد جوج مربع. غادي نشرو. إذا تلاتة إكس وتلاتة في جوج اللي هي ستة ناقص تلاتة إكس ناقص مع ناقص غطينا زائد واحد. إذا تلاتة إكس ناقص تلاتة إكس زيرو، ستة زائد واحد سبعة، إكس زائد جوج أو كاري. الدالة الموالية مكتوبة على شكل U أس N، حسب القاعدة فهي N U أس N ناقص واحد مضروبة في U بريم. أولا كنقدر نسبق الشقق هو الأول، إذا N U بريم في U N ناقص واحد. إذا ثلاثة ثلاثة إكس زائد أربعة بريم، ثلاثة إكس زائد أربعة، ثلاثة ناقص واحد اللي هي جوج. إذا ثلاثة الانشقاق ديال ثلاثة إكس زائد أربعة، إذا الانشقاق ديال ثلاثة إكس هو ثلاثة، وديال أربعة هو صفر. إذا كيبقى لنا ثلاثة في ثلاثة يعني هي تسعود، ثلاثة إكس زائد أربعة أو كار. آخر دالة مكتوبة على شكل جذر U. الانشقاق ديال جذر U
هو U بريم على جوج جذر U. إذن U هو التعبير اللي كاين داخل الجذر. إذن المثال ديالنا هو إكس كاري زائد واحد بريم على جوج الجذر ديال إكس كاري زائد واحد. إذا الشق ديال إكس كاري زائد واحد، الشق ديال إكس كاري هو جوج إكس، وديال واحد هو صفر، إذا كيبقى لنا على جوج إكس كاري زائد واحد. نبسطو الكتابة، إذا نختزلو بالجوج يبقى لي إكس على جذر إكس كاري زائد واحد. إذا هكذا كنكون سالينا هذا الفيديو هذا. تحياتي للجميع.